7:19 p.m. To hear your notifications, follow the notification button to turn on notification access. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله. فالحمد لله وأهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب العربية بين يديك. الحمد لله، اليوم يوم الأول من هذا الأسبوع، فدرسنا اليوم في صفحة 22، في صفحة 22. إذن درسنا اليوم في صفحتي، في هذه الصفحة 22، درسنا في صفحة كم؟ صفحة 22. الذي معه كتاب افتح كتاب على هذه الصفحة، هذه الصفحة، الصفحة 22. جميع دمين كتاب دمين سفهو جبول فأي باقة تبوتي مبايبي دا جميرين موجود سمراف نيني، وهي الصفحة الأخيرة والجزء الأخير من درسنا الثامن. ثم غدا بإذن الله تعالى سننتقل إلى درس التاسع بإذن الله تعالى، وهي عن القراءة عن الكتابة. إن شاء الله خلني كير ما يجون قرائنا بيردي برم بير بوجيو هاي تناس أي جيون الجو دا بيردي برم بو لكن يجيون في الكتابة كهات سسير كجيون ريان في جميع كهات سسير بإذن الله تعالى. الآن التدريب الخامس، التدريب الخامس، التدريب الخامس يقول: صل بين الكلمتين المتماثلتين. التدريب الخامس: صل بين الكلمتين المتماثلتين. أعيد مرة ثانية أو مرة ثالثة: التدريب الخامس: صل بين الكلمتين المتماثلتين. ما معنى هذا التدريب؟ التدريب يقول صل بين روفين الكلمتين بي متماثلتين دوكنير. إذن أكتب لكم هنا التدريب يقول التدريب رقم 5. قول صل بين الكلمتين المتماثلتين. صل بين الكلمتين المتماثلتين. شو نيا شو بروبيل فيه في ده لوي فيه ننظر 1-10. الكلمة هي أنت السلام. ثم
ثلاثة مع قريبة من نعم قريبة من نعم سبعة ما طالبة أنا حاجة ما طالبة أنا هل لا أدري هل في الجزء الأخير ترونها أم لا؟ نعم إن شاء الله ترى. ثم ألف زي ح ط يا زي ح ط يا والكلمة هي مع السلام. السلام. نعم. ننظر إلى هذه الكلمات في هذه المجموعة 1-10 ومجموعة أخرى من ألف باء جيم دال إلى الياء. ننظر أنت. أين كلمة من هذه المجموعة مثل أنت مثلا؟ كي يبدأ مرة يمين في 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 كرم كرم في ليك بود أو ليك داب كرم ما كرم تيت في أليف رهور دال يا في مين داب ليك نيت كي يمر في تي موي ننظر إلى كلمة الأولى أنت في أنت لي تام مين في نجوني ليك نيت في الكتاب يفعل هكذا يلا نقطة هذه 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اين 10 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 ثم هذه ايضا 1 2 3 4 5 ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نعم نعم ننظر أنت أين الكلمة التي تماثلها أو متماثلة لها هي واو إذن نصل هكذا أنت وأنت لعلكم تفهمون التدريب أو مطلوب من التدريب هكذا نفعل أنت أين صاحبها أنت إذن رقم واحد مع واو نعم ثم السلام أين مماثلتها السلام
Ora, ikna ma alya. Ma هذا ما أين مماثلتها؟ ما هنا أين دل ثلاثة مع دل طبيبة أربعة طبيبة مع ح طبيبة مع ح طبيبة طبيبة الكلمة التي مثلها من رقم خمسة من ها هنا من مع هذه من مع ها ستة نعم ما هي كلمة في ستة رقم ستة نعم ننظر في هنا ألف باء جيم زاي طاء نعم نعم إذن في باء نعم يكون في باء سبعة ما هي الكلمة السابعة ما أين مماثلتها في طاء هنا طاء واحدة فقط نعم طاء ثم ثمانية هذه ثمانية لكرمبي ما هي كلمة طالبة الكلمة هي طالبة ما معنى طالبة سري ركالي سري طالبة أين مماثلتها هنا طالبة في حرف جيم طالبة بقيت اثنتان أو كلمتان ينصر في بيئر وهي كلمة تسعة كلمة أنا هنا أنا هنا تسعة وهنا في حرف زاي إذن هنا أنا وكلمة أخيرة وهي رقم عشرة بيتم كراوي لي لا أين ما بقيت إلا ألف إذن هل مع ألف نعم هذا هو التدريب الخامس يقول صل بين الكلمتين المتماثلتين لما أتي برام ما يقول كي أي جواب ربين في بيد دون كني جن 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 من أي بعد ده يعني قرآن تم مل ده من جه في معنى من جه كا ما براي ده كي يعني أي جواب كني بعد ده جن أنت يعني مل صار يعني مل تو نو كني تو صار نو كني في نادي دون كني كم تا كان سوي بعض يوم أي من دون كني من تين تين تقولي يعني مل من سوي حلو سوي كي دون كني تام ده أو كان سوي في أب سمال về class có về anh chấm ba về class có anh chấm ba nữa anh ta cô được bao nhiêu thứ anh ta assalam assalam هنا السلام في الأخير مع مع طبيبة طبيبة من من نعم نعم ما ما طالبة طالبة أنا thì nó tên là cá con một tay đặt lớn xong mà chăm thích ai thà để nhiệt lượng là quyết một mình chẳng thế tôi tự dùng ạ cá lại sấn Alhamdulillah, phlâng mọ wênh hay.
chương bắt đầu từ tiết sau đó sẽ không tham về mình đại từ bên đây sao nè để pha đi em sẽ dùng lục hết để bày cho tao mẹ viên mùi tiết nam لعلكم تكونوا معنا ان شاء الله التدريب السادس التدريب ماذا التدريب السادس التدريب رقم 6 ماذا يقول انظر واستمع واقرا انظر واستمع واستمع واقرا التدريب السادس يقول انظر واستمع واقرا انظر جوني مر واستمع سناب واقرأ شونية آن انظر ماذا إذن الأولى هو طالب الجملة هي هو طالب هو طالب أكتب هنا هو طالب هو طالب ما معنى هو طالب هو نعم وطالب ما معنى طالب طالب معناه تلميذ شكلي دي يعني هاي مت هو طالب تيجي بقراها قط كجيه س الجملة التي بعدها هي طالبة هي طالبة الجملة هي طالبة clear to clear to be clear to be هي طالبة هي طالبة هي مؤنث هو مذكر هي سمراب فيتري هو سمراب فيترا داي يبقى براء دوك نية قوات ريكو في دوك نية تا هو لمذكر سمراب فيترا هي سمراب فيتري هو طالب هنا هي طالبة جم قوات كوتين ساتري الجملة الثالثة هو مدرس هو مدرس هو كون نويس نيم تاو khởi thập lần đặt tò mò trên tết nhưng mà sông an về bị nhạt tết là vậy bị chọc lòng hạt vào dưới này một lần sự thông tham một lần lần chọc mà đó thì chọc hua moderation nhưng mà prai thầy bách quát cứ chia kru bổ riến quát cứ chia lô kru thế là chúng là rap nhá hia moderation hia moderation quát cứ chia nẹt kru bổ riến quát cứ chia nẹt kru bổ riến الجملة التي بعدها هي أو أنا تركي هذه جملة أنا تركي يوم كيشن تشيت توكي هيبرو أنا جملة التي بعدها
Anna Min Su Anna Mohandeson khnyom kư chi viswakor Al jumla qabla al akhira Anna Min Pakistan Anna Min Pakistan khnyom mok pi prateh Pakistan Al jumla akhira hiya Misriyatun hiya Misriyatun hiya Misriyatun យើង បក ប្រែ ថា គាត់ គឺ ជា ជន ជាតិ អេស៊ីប ដែល មាន ភេទ ស្រី អัลฮัมดุลิลลาห์ وصلنا الى ختام درسنا نظرا لظروف الكهرباء ដោយ សារ តែ មាន បញ្ហា ភ្លើង ដាច់ ចុះ ដាច់ ឡើង ចឹង ទេ យើង ឃើញ ថា មាន ការ រអួល ហើយ ថា ពិត រំហាត់ ទៀត ខ្ញុំ ត្រូវ បន្ថែម បន្តិច បន្តួច ទៀត ដើម្បី ជា ការ បំពេញ បន្ថែម នៅ រំហាត់ របស់ យើង តែ ដោយ សារ តែ ភ្លើង មិន ណយ ផល ថ្ងៃ នេះ ຈຶ່ງ ຍັງ ສົ່ງ ບັນຈັບ ថ្ងៃນີ້ ແຕ່ ຕົມນີ້ ສຶກສົມ ທາງ ថ្ងៃ ສະອາດ ຢູ່ ໃນບ້ານ ຈູບ ນີ້ ທີ ອິນຊາອັນອັນອັນ ونختم المجلس بدعاء كفارة المجلس فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء مع السلامة